استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم السيد رحمان تشيشيتي المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد بمناسبة زيارته للمملكة. قد رحب صاحب الجلالة بالسيد رحمان تشيشيتي وأشاد بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر في مختلف المجالات، مؤكدا جلالته الحرص المتبادل على تطويرها وتنميتها بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. خلال اللقاء أعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بما تنعم به مملكة البحرين من حرية كبيرة على صعيد ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الأديان والمذاهب، وأكد جلالته أن أهل البحرين يرحبون دائما بالجميع على أرضهم الطيبة وفي وطنهم في مجتمع تربطه المحبة بين الجميع منذ قرون طويلة دون تفرقة أو تعصب في مجتمع متحاب، وأنهم يمتازون بالاحترام المتبادل فيما بينهم وللجميع ضمن تقاليدهم وقيمهم الأصيلة، مؤكدا بأن البحرين تميزت على امتداد تاريخها بأنها نموذج للتآخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والثقافات، وتسعى دائما لترسيخ التقارب والعيش المشترك بين الحضارات بالإضافة إلى نشر قيم الخير والسلام والمحبة بين كافة الشعوب. نوه جلالته بالدور المحوري الذي يطلع به مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وبإسهاماته ومبادراته الطيبة لتحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع جمعية هذه البحرين، وأشاد الضيف باحتضان البحرين لمختلف الأديان والمذاهب وتوفير دور العبادة للجميع منذ سنوات طويلة وهي رائدة في هذا المجال ومثال يحتذى به، وأشاد بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.